نتعلم في هذا المقطع بإذن الله كيف سنصمم إنفوغرافيك بهذا الشكل عن طريق برنامج الباوربوينت. نقوم بإدراج الصورة ثم اقتصاصها عن طريق الاقتصاص إلى هذا الحد مثلا، أقفل الاقتصاص، أعمل عملية نسخ ولصق كنترول سي كنترول في. أيضا عن طريق الاقتصاص أستطيع أن أسحب الشكل هكذا ثم أعدل الشكل قليلا، أيضا نسخ لصق ثم أحاول أن أنهي هذا الشكل نسخ لصق أيضا، ولكن أعمل اقتصاص لأسحب الشكل إلى نهايته. ثم من إدراج أشكال التلقائية أبحث عن شكل ما يشبه السهم، من التعبئة أختار هذا اللون ثم أرسله إلى الخلف أو إلى الخلفية، بمعنى أنه سيصبح خلف هذا الشكل. يمكن أن أضع تأثير الظل بأن أحدد على الجميع عن طريق الماوس أو الفأرة، ثم أضع ظل على الشكل حتى يحسن من شكله. بنفس الطريقة يمكن نسخ هذا الشكل ووضعه هنا مع عمل انعكاس أفقي ثم تغيير اللون من التعبئة القطارة إلى هذا اللون وإرساله إلى الخلفية. يتبقى لنا النص، من إدراج أفضل اللون الأبيض، ولكن أفضل أن يكون الحد إما بلا مخطط تفصيلي أو باللون الأبيض حتى يتناسب مع الخلفية. يمكن نسخ لصق ووضعه في الجهة الأخرى. أيضا هذا السهم يمكن جعله بلا مخطط تفصيلي حتى يحسن من الشكل، والشكل الآخر أيضا. والآن أصبح الشكل جاهزا. نقوم بتحديد الجميع بواسطة مؤشر الفأرة ثم بزر الماوس الأيمن تجميع، وأخيرا حفظ كصورة ليصبح الشكل النهائي بهذا الشكل.